ورزازات مدينة أمازيغية معناها الضجيج، لو قصدتها هابطا بالطائرة للقيت من أهلها حفاوة مغاربية مراكشية نادرة. هي هادئة تماما، تقع في قلب الصحراء. حافات وادي زات صارت مقصدا لصناع السينما، أفضل مواقع التصوير لأشهر الأفلام التي نالت الأوسكار كانت في ورزازات. لم تكن رحلتنا إلى مدينة ورزازات المغربية ممتعة فحسب، بل كانت أكثر من ذلك، فقد تعددت وسائط النقل للوصول إلى تلك المدينة الواقعة وسط جبال وعرة بجنوب مدينة مراكش. عند هبوط الطائرة كان في استقبالنا مجموعة من أهالي المدينة الذين استقبلونا بالأهازيج والترحاب على الطريقة الأمازيغية. وهي إحدى قصبات مدينة ورزازات التي يجيء اسمها، وهو كلمة أمازيغية من مقطعين، وار وتعني دون، وزازات وتعني الضجيج. هكذا اختار أهل المنطقة أن يطلقوا هذه التسمية على مدينتهم والتي تعني الهدوء. وزازات هي كلمة أمازيغية تعني وار، زازات وار بدون، وزازات بدون ضجيج. إذن هي مدينة هادئة وبدون ضجيج، ولهذا يختارها كل السياح العالميين الذين يأتون إلى هنا. هادئة وكل ما تريده تجده متوفر في هذه المدينة، من فنادق، من طرق، من مطار، ثم الطبيعة، والأهم من كل هذا هي قوة الضوء. ومن المعالم المهمة في هذه المدينة الساحرة قصر آيت بن حدو، هو مجمع بنايات طينية تقليدية محاطة بسور دفاعي مدعم بالأبراج. يتميز القصر ببساطته ومتانته وهندسته المبتكرة، ويعد نموذجاً للسكن التقليدي في الجنوب المغربي وأقليم ورزازات. نحن الآن نتواجد بقصبة آيت بن حدو، وهي من أشهر قصبات منطقة ورزازات، على اعتبار أن ورزازات تضم أكثر من 1000 قصبة. وهذه القصبة يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 15، كانت محطة للقوافل تربط بين مدينة مراكش ومالي، بالضبط تومبوكتو. الآن تحولت إلى قبلة سياحية وطبعا قبلة سينمائية. ورزازات مدينة جميلة جدا وعجيبة في نفس الآن، ومكمن قوة هذه المدينة السينمائية هو أنها توجد في منطقة تتوفر فيها كل الإمكانيات. أولا البنيات التحتية ملائمة، ثم هناك مناظر طبيعية، قصبات، واحات، جبال مكللة بالثلوج، كثبان رملية، ووديان وأنهار. بمعنى ممكن أن تصور هنا فيلم تاريخي يدور في الجزيرة العربية، كما يمكنك أن تصور في نفس الآن فيلم يدور في أوروبا أو في الفيتنام، مثلا فيلم سباي جيم لتوني سكوت، مشاهد التي هي من المفروض أنها تدور في الفيتنام صورت هنا في ورزازات في واحة فينت. بمعنى أن ورزازات طبيعيا تتوفر على كل الإمكانيات
الطبيعية والبشرية وإلى العمق التاريخي وتجربة التقنيين. فالتقنيين الورزازيين الآن يعتبر من أهم صناع السينما في العالم العربي، والمخرجين يستمتعون بالعمل معهم لأنهم لا يبذلون معهم جهدا كبيرا للشرح، فهم متعودون على الاشتغال. ويمكن أن تأخذ شهادة ريدلي سكوت الذي صور 4 أفلام هنا، أو مارتن سكورسيزي الذي صور فيلمين، لتعرف حرفية التقني والممثل المغربي وأساس الكومبارس. تبعد مدينة الورزازات من مدينة مراكش نحو 200 كيلومتر، يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة. المدينة شيدت عام 1920 حول ثكنة عسكرية أقامتها سلطات الحماية الفرنسية، وظلت المدينة الهادئة المقامة على ضفة وادي زات مثالاً للمنطقة النائية التي تفتقد إلى أبسط ضرورات الحياة. وبرغم موقعها النائي في قلب الصحراء، إلا أن العوامل الطبيعية في مدينة ورزازات ساعدت وبشكل فعال في قدوم السياح الأجانب إليها من كل مكان، ومن ثم استقطاب صناع السينما العربية والعالمية واهتمام المخرجين العالميين. فكان نصيبها عدداً من الأفلام العالمية التي حاز بعضها على جائزة الأوسكار، مثل لورنس العرب وكليوباترا ومملكة السماء وألكسندر وبابل والسيد المسيح وغيرها الكثير الكثير. أشهر الأفلام العالمية صورت هنا، بدءاً بفيلم لورنس العربي وأوديب ملكة لبازوليني والرجل الذي يعرف أكثر من اللازم لجون هوستن، وصولاً إلى أفلام سنوات 2000 يعني مثل جلادياتور أو أستيريكس أوبيليكس وغير ذلك كثير كثير من الأفلام، بمعنى أنها قصبة جد جد مشهورة ودخلت في الذاكرة السينمائية العالمية. نحن هنا في قصبة أيت بن حدو، وهي إحدى 1000 قصبة موجودة في جنوب المغرب، وقد استعملت كديكور للعشرات من الأفلام الأجنبية كمثلا Kingdom of Heaven، Four Feathers، أفلام أخرى صورت في منطقة ورزازات كبابيل، أنتي وصحارى، رغم أنه لم تصور هنا في القصبة لكن صورت في منطقة ورزازات. مدينة ورزازات سحرت الغرب قبل الشرق وألهمت كبار المؤلفين والمخرجين في العالم للتصوير فيها، فأنشئت الاستوديوهات على كثبان رمالها لإنتاج الأعمال السينمائية لكبريات الشركات التي وفدت إليها بسبب طبيعتها الساحرة وهدوئها وقلة تكلفة الإنتاج التي شجعت المنتجين على اختيارها لإنتاج الأفلام التاريخية الكبيرة. ماذا يجذب أو ماذا يثير المنتجين والمخرجين العالميين أن يأتوا إلى المغرب؟ فهناك أولا تسهيلات في المساطر الإدارية، فابتداء من يعني مساعدة من الدولة، مركز السينما المغربي اللي رخص لهذه الشركات تصور في المغرب، كذلك هناك يد عاملة كثيرة وبثمن مناسب، هناك كذلك تقنيين مغاربة يعني أخذوا تجربة كبيرة في الإنتاجات الأجنبية في جميع الأقسام، من الديكور الإخراج الإنتاج الإنارة، فبحكم احتكاكهم مع هذه الإنتاجات الدولية أصبحوا قيمة مضافة. عون ربي وياني فانت ما زيت فليت من سكران لوالدين واب أصلون تمزلت إيقاب ذات مزون تواب وانا يتعمرن أتايس قدات نواب